هذا المعرض نحن حبينا نفتتح هاي السنة بمعرض للخريجين تبع كلية الفنون الجميلة اللي تخرجوا هاي السنة، فحبينا أنه كل واحد من بيناتهم أنه يقدم عمل جديد مو من الأعمال اللي قدموها بالتخرج. هلأ في منهم صراحة ما لحقوا أنهم يعملوا عمل جديد، قبلنا العمل تبعهم، هي مثل فرصة لهم لحتى نشجعهم أنه أول تجربة معرض لهم ونعطيهم فرصة، لأنه صراحة أنا وقت شفت صور من التخرج حسيت أنه في منهم كتير موهوبين. مميز كان هو أنه هو معرض جماعي مو معرض فردي، يعني بتعرفي أغلب المعارض ممكن تكون فردية لشخص واحد، بس هذا المعرض هو معرض يعني جماعي أولا، وفيك تقولي أنه هذا مثلا أول فرصة لهم كلياتهم لحتى يعملوا معرض، فكان شوي مختلف انه اول فرصه لهم. انا لما ارسم ما كثير يعني بيكون في هدف او شيء، انه بس بحب ارسم شيء كثير واضح والانعكاسات الضوء، بركز على انعكاسات الضوء اللي عليها. بالبدايه بلشت حطيت خامه المعينه اللي انا بدي اياها اللي هي اتربه، وبنيت عليها اللوحه طبعا بالالوان اللي حسيتها شوي ممكن تبرز لي العمل. هو عباره عن بورتري، حبيت يكون قريب للتمثال لحتى يكون تعبيري أكثر. هاي المبادرة الحلوة معرض خريجين، اسم المعرض كان ما بعد التخرج، فحطيت شي 3 نقاط عندي فراغ، سميت الأعمال تبعي فراغ. نقع فجوة كبيرة بعد التخرج كلنا بأي كلية، بس نحن كليتنا أكثر من الكل، أنه شو بدنا نعمل بعد التخرج يعني؟ فحاولت أعبر برمزية معينة بمواد طبيعية أنا بستخدمها بلوحاتي عن الشيء اللي واقعين فيه كلنا، يعني اللي هو كتير فراغ وشو بدنا نعمل. المشاركة عبارة عن لوحتين بتقنية الزيتي، بالإضافة لتقنيات أخرى طبعا داخلين ضمن اللوحة، طبعا نستخدم كمان الخط العربي ضمن اللوحة، وهذا الشيء واضح كتير يعني. اللوحة الفوق فجسد فيها لوحة الصوفي في أيام العصر العباسي، لكن بطريقة شوي بخلاف الدارج يعني. حاولت أنه أعمل بحث لوني واخترت الطبيعة لأنه هي بتتحمل كتير تكوينات وكتير ألوان، فأنا قادرة أعمل يعني كتير مجموعات لونية لا محدودة.